وفي نبأ ورد قبل قليل، قدم محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر استقالته من منصبه، ووجه الشكر لرئاسة الجمهورية على مساندته له خلال الفترة الماضية، مؤكدا أنه طلب الاعتذار عن الاستمرار في منصبه لضخ دماء جديدة والاستكمال مسيرة التنمية. ينضم إلينا من القاهرة مراسلنا سمير عمر. سمير، أهلا بك. بالتأكيد نريد معلومات عن هذا الخبر، هو خبر كبير في مصر، استقالة محافظ البنك المركزي طارق عامر. يعني سأترك لك المجال لتخبرنا بما يرد في هذا الإطار، ما الذي نعرفه عن هذا النبأ ومن سيلي إن كانت ترددت أسماء، وأيضا بعض المعلومات عن الإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطيا في مبادرة أو في برنامج العفو الرئاسي. يعني دعينا نبدأ بالخبر الأحدث، وهو قبول الرئيس الجمهورية اعتذار طارق عامر محافظ البنك المركزي عن الاستمرار في منصبه وتعيينه مستشارا برئاسة الجمهورية. بهذا الاعتذار يكون طارق عامر قد كتب بنفسه شهادة وفاته ووجوده في هذا المنصب وكلمة النهاية في هذا المنصب الذي تولاه في نوفمبر 2015، 7 سنوات تقريبا أمضاها طارق عامر في هذا الموقع المهم. اللافت أن اعتذار طارق عامر الذي أعلن قبل دقائق من الآن كان قد نفي قبل نحو 3 أيام بعد أن ترددت أنباء عن اعتذاره واستقالته بالتزامن مع التعديل الوزاري، لكن اليوم يتم تأكيد ما سبق نفيه منذ ثلاثة أيام، ويستقيل طارق عامر، أو بالأحرى يعتذر عن الاستمرار في منصبه. بحكم القانون والدستور فإن كان من المفترض أن يقضي طارق عامر حتى نهاية فترته في نوفمبر عام 2023، ولكن هو الآن بنفسه يقدم اعتذارا، وهذا الذي يعطي الحق لرئيس الجمهورية بتعييني بعد قبول الاعتذار والاستقالة بالتأكيد بتعييني محافظ جديد للبنك المركزي تتوافر فيه الشروط اللازمة وفق القانون والدستور لشغل المناصب العليا في البلاد. لكن أيضا وفي ظل هذه الأزمة التي تعيشها مصر، وبخاصة فيما يتعلق بالاحتياط النقدي الأجنبي وإدارة الجهاز المصرفي المصري، يكون اختيار محافظ البنك المركزي في غاية الأهمية. من سيخلف طارق عامر؟ هذا سؤال ستجيب عنه الساعات المقبلة، لكن هناك بالتأكيد عدة أسماء كان سبق أن ترددت أكثر من مرة، كان أبرزها ربما شمعز العرب، وبعد أن كان هناك تلميحات إلى أن طارق عامر في التجديد السابق لن يستمر، لكنه استمر وهو اليوم يكتب كلمة النهاية في هذا السياق. شمعز العرب في هو رئيس سياق سياسي إلى جانب هذا التطور المهم على الملف في الاقتصادي. طبعا 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 هو شخصية مصرفية بارزة، وتردد اسمه أكثر من مرة في مسألة التعامل مع ملف محافظ البنك المركزي ومن يشغله. على المستوى الاقتصادي هذا خبر مهم، سيكون له يعني بالتأكيد تأثيرات بالغة، وبخاصة على سبيل المثال طارق عامر اختير ضمن أهم شخصيات في محافظي البنك المركزي على مستوى العالم قبل يومين فقط، ولكن وهذا ربما يعطيه يعني دفعة معنوية لأنه يستقيل وهو يعني بدون مشكلات عويصة فيما يتعلق بإدارته لهذا الملف. لكن دون شك الوضع الاقتصادي في مصر في غاية الحساسية، ويحتاج إلى قرارات حاسمة وربما لشخصية يمكنها الإلمام بكامل تفاصيل المشهد الاقتصادي وبخاصة على المستوى النقدي. نعم. ومستوى المصارف العاملة في مصر. المستوى السياسي الآخر هو ما يتعلق بقرارات الإفراج عن 25 من سجناء على محبوسين على ذمة قضايا ذات طبيعة سياسية، أغلبهم محبوسون على قضايا نشر أخبار كاذبة أو مساعدة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها. خلال ساعات سيخرج الجميع من سجون سجن تورا، من سجن القناطر، من سجن وادي النطرون، وهذه بهذه المجموعة يكون عدد من أفرج عنهم نحو 800 من المحبوسين احتياطيا ونحو 12 من المحكومين بقضايا حكم وأدينوا فيها بعفو جمهوري صدر في 4 قرارات جمهورية لهذا السبب. شكرا جزيلا لك على المتابعة من القاهرة مراسلنا سمير عمر.